بص، دي ارض الملعب ومعانا كابتن علاء هيورينا لوتس البنوتة المالينو. عندها قد ايه يا علاء؟ 7 شهور. ما شاء الله، الله اكبر. شط الدم هي بس عشان صوتها عامل كده من كتر ما هي بتهوهو. فيليكس، ايه دوت؟ ايه فيليكس؟ شايفين كفاله ولا ايه؟ استنى بالراحه عليها. تعالى باك 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 اللهم صل على النبي، اللهم بارك، قول الله اكبر وما شاء الله. النتيجة دي مش للبيع طبعا، بس اكيد ان شاء الله هيبقى اما ربنا يمنا وتتجوز الدرايف. ليه بنحب المالينو؟ عشان الدرايف، الدماغ، الدرايف بتاعه عالي جدا. بص اللي هو ايه، تعرف تمشيه وتدربه ويجي منه في كل شيء. الكلبة انتبه، ما شاء الله. بص انسى، عشان كده بيقولوا على المنيو تمساح. ان شاء الله. بس هي ما شاء الله. بص الكلبة على الخطوة ما شاء الله. انا مش هعمل مونتاج للفيديو ده عشان اوريك درجة الاستجابة، معدل الخطأ يكاد يكون صفر، اللي هو فاهم. بص هنا من غير ما تاخد اوردر، من غير ما تاخد اوردر، مجرد ما هو هاجم ما شاء الله. خلينا برضو ندي تنويه لحضراتكم ان دي انتهي عندها 7 شهور. نقف نقف. فيليكس فيليكس هنا، يعني عيلة. نبص. نو فيليكس. برضه عشان في ناس هتقول ان دي كلبة عدة وكلبة دراع وشغالة على شغالة من غير دراع. هو خلي بالك عشان هتعض. خلاص والله، وربنا عارفين انها مش كلبة عدة. خلاص خلاص. كانت راح تعود. بص وهي رايحة خدت الاوردر، الموضوع انتهى خلاص ما شاء الله. بيحتاج وقت ومجهود في التدريب المالينو؟ ايوه صح. هو اي حاجه طبعا محتاجه وقت ومجهود. انا قصدي بص، كلب زي ده عنده ما شاء الله بطاريه شبه ما بتخلص، فهمني. فهل مثلا لو انا فاضيله ساعه في اليوم ينفع معايا؟ ينفع مش هيخرب. انت بالنسبه له مش عايز عليه والله.
انا قلت كلب عنده بالطاقة دي. درايف عالي، بس الفكرة كلها انك توظف الباور بتاعه دوت صح، ان انت تستخدم الباور دوت صح. هو خلي بالك مش بالوقت، هي بكمية الوقت، بان انت اجهدت الذهن بتاعه. الاجهاد الذهني اهم من الاجهاد العضلي، اللي هو ان انا اديله اوردرات بالظبط، وان انا اكنترول عليه، ده اللي هيدي، ده اللي هيفرق معاك في مطار. تمام. مش عايز تجرب عضه منها؟ لا والله الله يخليك. انا كفايه عليا 700 عضه كل جمعه في السوق. انا بحقق رقم قياسي. وبعدين حتى احنا لما بنقول لحد عشان تفرغ الطاقه في البيت، مش شرط ان انت مجهود. انت لو اديته اوامر سيت داون فيليكس اي حاجه اوامر، هتلاقي الكلب نفسه دماغه دي خلاص ارهقت وبقى هادي خلاص. ارهاق ذهني، احنا بنتكلم في ارهاق ذهني اصلا اكتر من اي حاجه. ما هو فعلا الكلب بيفرهد من الاوردرات. يشرب شويه ميه هتلاقي اللي عمل. ايوه خلاص، انا جاي، انا جاهز لاي حاجه تاني. تكييف كده وقعد قدام التكييف وروح على نفسه وراجع. ما شاء الله. النتاية دي يتقال عليها شربوني ولا يتقال عليها فون؟ يتقال عليها شربوني. اهاليها ايه؟ هي المفروض ان هي بنت زقور. زقور معروف زقور بالظبط. بس يعني انا مفيش ورق في ايدي يقول ان هي بنت زقور، عشان انا اصلا عارف ان انت ما بيشغلكش الورق. بالظبط. أنا اهم حاجه الكلب اللي قدامي ايه. بالظبط. صباح الفل. الكلب لقيت عشان اجيبها قاعد بدور على الكلب 3 شهور ما شاء الله. عشان انا بدور على تفاصيل معينه، مش بدور على الوان، انا بدور أيوه. على دم، بدور على تفاصيل جسم، عضه، الدرايف، الكلام ده كله. تمام. مشكلتنا في مصر ان احنا بندور على الشكل والمضمون، بندور على الفعل بتاع الكلب او السلوكيات بتاعت الكلب. صح. يعني احنا بنقعد ندور على شكل الكلب وجسمه ووشه ومش عارف ايه والالوان بتاعته والكلام ده كله، وست الشخصيه. انا ست الشخصيه، انا بشوف دارك مالينو. أيوة. عندك شخصيات معدومه. صح. لكن انا بدور في الاول وفي الاخر على شخصيه كلب. ليه؟ انا جايب كلب شخصي ليا تدريب، مش جايب كلب ان انا هتمنظر بيه وبشكله وبجسمه. صح. وعضلاته كل ده. اللهم صل على النبي. لا والله الله يخليك. والله اصل عضه، انا انا شايل الصحه دي للكلاب بتوعنا. كلاب السوق ما فيش بقى حد بيستاذني اجرب عضه. نصور ماشي. تعالى بقى نخش على حته لو انا جبت جارو، لو انا جبت جارو من هنا من المزرعه وعايز ادخله شهات فيما بعد، فطبعا البيدي جريهات والحاجه هتبقى موجوده. احنا هنا كتدريب، في تدريب وفي استضافه، استضافه عائليه، استضافه ولاده، استضافه عاديه، جميع انواع الاستضافات موجوده عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. برضو بالنسبه للتدريبات، جميع انواع التدريبات، تعديل سلوك، طاعه، حراسه، كل الكلام دوت متاح ان شاء الله. طاعه واستضافه وحراسه. حلو. وتعديل سلوك. بالظبط. مشاكل تعديل السلوك ديت بالنسبه لنا بنقابلها كتير، لان الناس بتدلع كلابها بطريقه فوق الوصف. يعني الكلب بيبقى بيعضعض فيه وهو سايبه، بيزوم عليه وهو سايبه، ويجي مثلا بعد 3 4 سنين يفكر ان هو يعمل له تعديل سلوك بعد ما يكون خلاص. انت فين من اول ما الكلب كان بيعمل معاك كده من البدايه اصلا؟ صح صح. فاهمني؟ بس كل دوت ان شاء الله متاح برضو عندنا. طيب بالاضافه في وجبات. في وجبات، في وجبات، في وجبات بتتعمل. الوجبه عباره عن طبق كيلو، في بقى زي ما انت عايز، في مشكل مع مكرونه وخضار طبعا انواع، وفي معز لحم صفر. لا اسعارها ايه معلش؟ بالنسبه للوجبه اللي هي بتكون عباره عن مكرونه وفراخ وسبع انواع خضار، بروكلي، جزر، كوسه، بسله، ذره صفراء، فاصوليا، بطاطس. تمام. دي بتتكلف 30. 30 كويس. دي وجبه وزن كيلو بتتكلف 30. كويس جدا. 30 جنيه ده انت بتاع الغلابه يا علاء والله العظيم. ماشي نشوف شكلها. وفي برضو بتبقى فراخ مفروم صافي. تمام. فراخ صافي بالظبط.
وفي برضو لسه بندخلها اللي هي اللحمه، تمام، بس اللي هي القطعيه اللي هي اللحمه اللي هو الشجت الكلام ده كله برضو بتتفرم، اللي هي الحاجات بتاعه المجازر. بالظبط بالظبط، بتتفرم وبتحط عليها اي اضافات؟ بالظبط، في على حسب العميل بقى ما عايز، في دوت وفي دوت. طيب بسعرها ايه اللي هي لحمه صوفي او فراخ صوفي؟ بالنسبه لفراخ صوفي او لحمه صوفي 35. 35 يعني ما زادتش كتير برضه. كويس. طيب لو انا عايز اجيب مثلا كلب واحطه عندك اقامه، الشهر هيبقى عليا بكام؟ هو بالنسبه للاقامه اليوميه اليوم بيتكلف 150، بالنسبه للاقامه الشهريه بيتكلف 3000. الاقامه الشهريه 3000 جنيه اللي هو الشهر كامل. بص ده منظر الوجبه برضه للناس، دي اللي عليها اضافات طبعا. على فكره مجربها قبل كده، خلي بالك انا زبون قديم. اساله اهو، بروكلي، جزر، وفي حاجات متداريه، وفي فاصوليا خضراء. اه دي طالعه من الفريزر، دي بتحطها في المايكرويف يا معلم. ودي المايكرويف لو ما حطيتش مايكرويف تحطها في ميه سخنه هتلاقي الدنيا. او مجرد ان انت سبتها ساعه ساعتين تفك خلاص. كويس كويس. طيب احنا قلنا زي ما قلنا كنا بنتكلم عن التكاليف بتاعه الاقامات، الشهر بثلاثه واليوم بيبقى 150، هل شامل البسين؟ عشان في الجو اللي احنا فيه حاليا طبعا اكيد اكيد مش شامل. لا 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 طبعا مفيش بسين. تمام. انا قصدي يعني الروتين اليوم هيبقى للكلب بتاعي ايه اللي هيحصل كيوم؟ بالنسبه للروتين اليوم بتاعه هو بيطلع على حسب السلوكيات بتاعته. تمام. لو كلب الشخصيه بتاعته ما فيهاش اي مشكله سلوكيه مع الكلاب او ما عندوش اي اجريسيف كلاب ثانيه، بيطلع في مجموعه، بيتحط على حسب المجموعه اللي مناسبه ليه. كويس. بيطلع فرنج ساعتين في اليوم، بيطلع يلعب، يجري، يتنطط، بيلعب هنا في الملعب ده. بالظبط. كويس. هو النور رايح يا جماعه فايه مش هنشوف تفاصيل كتير. فبيطلع فرنج ساعتين في اليوم يلعب، وبعد كده يرجع تاني على البوكس بتاعه، وتطلع المجموعات الثانيه على حسب الترتيبات بتاعتها. في كلاب بتطلع لوحدها لان بيبقى عندها اجريسيف ومشاكل سلوكيه مع كلاب ثانيه، فبتطلع لوحدها طبعا علشان مفيش كلبين يتخانقوا مع بعض. طيب بالنسبه لان انا مثلا اسعار التدريب، تمام، الطعم بكام والحراسه بكام؟ بالنسبه لكورس الطعم بيتكلف 3، كورس الحراسه بيتكلف 3.5. ماشي، 3 طاعه، الحراسه 3.5. تعديل سلوك نفس الرينج، تعديل سلوك نفس يعني في الرينجات ديت على حسب المشكله اللي عندنا. بالظبط. ماشي كويس. طيب لو مثلا انا هشتري كلب من المزرعه، وفي ناس على فكره بيبقى عايز يربي كلب بس مش عايز يربيه عنده اصلا، في ناس بتاخد كلاب عشان تطلعها شوهات بعد كده. عندنا برضو استضافات سنويه. تمام. يعني انا بنكش على خصم فانت من الاخر. لا طبعا انا هدي لك الخصم اللي من الاخر. ماشي. انت دلوقتي يا احمد كمال مريت بتجربه ان انت كان عندك ازمه في مكان تربي فيه كلب. فعلا. صح كده؟ صح. وانت حد بتعشق الكلاب. ايوه دي حقيقه. فانا عندي في عرض اقامه 3 سنين. تمام. بتدفع مبلغ في البدايه، تمام، وكل شهر بعد كده بتدفع يا دوبك يعتبر الـ الـ الاكل بتاعه والرعايه الصحيه، يعني الرعايه اللي هي بتاعه النظافه بتاعته. تكلفه بسيطه. تمام. ماشي. بالنسبه للتكلفه بتاعته بتبقى بتدفع في الاول 20000 جنيه. 20000 على مدار الثلاث سنين. بالظبط زي الفل. وبعد كده كل شهر تدفع 1000 ونص. كويس. ده اللي هو الاكل بتاعه والرعايه بتاعته. زي الفل زي الفل. بس. تمام. طيب اخر حاجه هنتكلم عن الكلاب اللي هي لما زي ما قلت لك لما اجيب جراوي عندك وتربيها احنا كده تمام. بالنسبه مثلا لتجهيز الكلب للبطولات، المشية بتاعت الشو بتاعت الكلاب الشولاين دي ليها تدريب. بالظبط. ده متاح عندك؟ متاح. مشية اللي هي ال اللي هي بتاعت الشوهات كلها ان شاء الله برضه متاح. تمام زي الفل. طب احنا بنشكركم وتشرفنا بيكم جدا، والمكان هنا مزرعة كليفر بيت، اللهم صل على النبي اللهم بارك، يعني ربنا يجعلها يا رب ايه فتحه خير عليكم باذن الله ويجعلها دايما. في متاح ان انت لو حابب ان انت تيجي تقضي اليوم بالكلب بتاعك. حلو. متاح كنزهه. بالظبط. كفسحه يعني. ان انت ما بتبقاش عارف. انا بقول لك انا مش عارف امشي الكلب فين، اوديه فين. ايوه اوديه يلعب ويتفسح فين. ان انت متاحه للكلب ان انت تسيبه فين.
انا بالنسبه لها هتيجي تقعد باشا كلبك بيلعب في جوه شايفه تحت عينك، ولو معاك اطفال معاك حاجه أطفال انت قاعد زي الفل. طيب زي الفل يا رجاله. حبيبي نورتني. حبيب الله يعزك. ده اسمه سيمبا؟ ده سيمبا ده جاي استضافه علاجيه. كان حصل له حاله تسمم واثرت على الاعصاب، فخلت عنده شبه شلل في النصف الخلفي. تمام. فبيتعمل له عندنا، بياخد العلاجات بتاعته طبعا. كشف على الدكتوره المتابعه معانا هنا، هي دكتوره الطب البيطري، المديره بتاعه الطب البيطري دكتور وسام توفيق. وابتدينا ان احنا نشتغل معاه بالادويه، حاجات الاعصاب وحاجات فيتامين، بالاضافه طبعا للعلاج الطبيعي اللي هو حمام السباحه، تمرينات، حاجات كده. تمام. بحيث ان الكلب يبدا ان هو يعتمد على نفسه ويتحرك كده. تمام. دي لمساعده بس عشان في فيديوهات برضو موجوده عندنا على البيج. في البدايه اول الحاله بتاعته اول ما جت ما كانش فيه حركه نهائي، وكان الموضوع بالنسبه له صعب. كان الموضوع حاله حرجه خالص. زي ما انت شايف طبعا هو يا دوبك ايه بيلمس الارض وبيحرك. بالظبط. هو قبل كده ما كانش فيه النقطه ديت خالص. يعني مع علاج الحمام السباحه مع الفيتامين مع التمرينات مع الكلام ده كله بيبدا ان هو زي العلاج الطبيعي بالظبط. انت عارف ان شاء الله ربنا يشفيه.